في حلقة بعنوان عيد ورفع الصليب الكريم استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على فضائية نورسات الأب عماد طوال من كهنة البطريركية اللاتينية للحديث عن هذا العيد المقدس، حيث دار الحوار حول ما يعني الاحتفال بهذا العيد وهل حرق الصليب مفهوم صحيح أم خاطئ. وللإجابة على مجمل هذه الأسئلة كان الحوار التالي مع الأب طوال، فهيا بنا. قبل ما نحكي عن معاني الصليب وأهميته اللي انت تفضلت فيها، يعني لخص كل روحانية الصليب، علينا نطرح سؤال نرجع للتاريخ: لماذا الصليب؟ وهذا كثير مهم، يعني هون علينا نرجع للتاريخ. في فترة تجسد السيد المسيح وأخذ صورة البشرية، كان الحكم في هذا الوقت كان تحت الاحتلال الروماني، والاحتلال الروماني كان أداة العذاب وأداة القتل للمجرمين كان الصليب. فكان الرومان لما يكونوا حكموا حكم على مجرم كان يصلب، مثل ما مر التاريخ مثلا في القرون الوسطى كانت المقصلة، بعدين صار في عنا العدام، بعدين صار في عنا المشنقة، صار في عنا الكرسي الكهربائي، هلا صار في الحبوب. عزم المسيح كان الصليب رميا بالرصاص. والآن الصليب في فترة الرومان كان أداة الاستهزاء والإجرام لأي مجرم. أنا بسميه إجرام لأنه العمل هو إجرامي. في هذه الفترة بعد قيامة السيد المسيح، كمان شوي ندخل على معاني الصليب بس ندخل في الإطار التاريخي، كان المسيحيين مضطهدين من اثنين: مضطهدين من الرومان كحكم دولة، وكانوا يفكرون بتهم بينقلبوا عليهم. لما أعلن المسيح ملك فكر أنه يملك ملك عسكري. وكان في اضطهاد من اليهود، اضطهاد قوي، حتى مار بولس استعد يروح لسوريا عشان يقتل المسيحيين. ولكن في أشخاص من الفقراء ومن البسطاء كانوا يؤمنوا بهذا الشخص، شخص السيد المسيح. والجميل في إيماننا المسيحي، إحنا نختلف عن كل الديانات الأخرى. الديانات الأخرى تتبع كتاب، أما نحن نتبع شخص وهو شخص المسيح، وهم تشبهوا بهذا الشخص. فمجموعة كبيرة اقتربت من هاي المدرسة الجديدة، مدرسة السيد المسيح. منهم يهود أصبحوا مسيحيين، ومنهم وثن رومان أصبحوا مسيحيين. الميزة بين اليهود والوثن أنه الجماعتين من طبقتين مختلفات، طبقة الأغنياء من الرومان وطبقة الفقراء من اليهود، ولكن التقوا حول الإفخارستية والقربان الأقدس، ولكن كان بالخفية. واحد الأشخاص اللي من الطبقة الأرستقراطية اللي انجذبوا لتعاليم السيد المسيح وأحبت هذا الشخص هي القديسة هيلانة، أم الإمبراطور قسطنطين. فهي دخلت في هذا الخط، ولكن أيضا بالخفية، وتبعت السيد المسيح وحاولت تقنع ابنها أنه يصير من أتباع السيد المسيح. فصار في النقل النوعية في تاريخيا بمعاهدة تسمى معاهدة ميلانو. معاهدة ميلانو سنة 313، الإمبراطور قسطنطين أعلن أنه دين الدولة ليست الوثنية، وإنما دين الدولة المسيحية. وأداة العذاب وأداة القتل وأداة للمجرمين أصبحت أداة خلاص، فأصبح هو مسيحي، وأصبح الدين المسيحي دين معلن وينتشر في التاريخ. وهي من تأثرها
بدأت تبحث عن الأماكن اللي مر فيها السيد المسيح واللي عاش فيها السيد المسيح. ومن هاي الأماكن حسب التاريخ بحكونا عن الجلجثة وهي خارج أسوار القدس. فهي قالت أنه أكيد أنه السيد المسيح الخشب الصليب رمي في إحدى الجور والحفر الموجودات هناك.